لم تكن تعلم أنها ستصبح يوما ما غنية وستحصل على مبلغ خيالي بضربة ساحر، لا سيما أنها تشتغل كمتوظفة وخادمة منازل، وأجرتها الشهرية لا تكفي بالكاد لتغطية حاجياتها ومستلزماتها اليومية. هي قصة حقيقية لسيدة من تيزنت تفاجأت بوجود مبلغ مليار سنتيم في حسابها البنكي الراكد منذ مدة دون معرفة مصدرها. وحسب مصادر محلية فإن السيدة كانت تحتفظ في حسابها البنكي على مبلغ 500 درهم تستخدمها عند الحاجة، لكن عند مراجعتها للكشف البنكي أول أمس اكتشفت وجود المبلغ المذكور ولا تعرف مصدره. وقد حاولت السيدة الاتصال بالوكالة البنكية التي أنشأت بها حسابها لمعرفة مصدر هذه الأموال وسبب وجودها في الحساب، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل مما حد بها لتقديم شكاية إلى بنك المغرب حتى لا تتعرض للمساءلة من قبل الجهات المختصة مستقبلا. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.